كل الطيور وزه الدنيا الحضور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين. أما بعد، سعادة الأستاذ أحمد بن سعود العويس مدير مكتب التعليم بالسويدي، سعادة الأستاذ عبد الرحمن بن حمود السبيل مدير إدارة توجيه الطلاب وإرشادهم بتعليم الرياض، سعادة الأستاذ بندر بن عبد الرحمن السليمان المدير العام لشركة دار الشوامخ التعليمية ومدارس المجد الأهلية، آبائي الكرام قادة المدارس الأفاضل، معلمي النجباء، زملائي المتفوقين، أيها الحضور الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن مع تلاوة من الذكر الحكيم والطالب عبد العزيز الزير من ثانوية المجد الأهلية بالعريجة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن له لحلاوة وإن عليه لطراوة، شكر الله لك. والآن مع كلمة التوقين نلقي على مسامعكم الطالب سند بن علي الحكمي، فليتفضل. بسم الله القائل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومعلم البشرية الأول ومخرجها من ظلمات الجهالة إلى نور الهداية والرشاد، سعادة الأستاذ أحمد بن سعود العويس مدير مكتب التعليم بالسويدي، سعادة الأستاذ عبد الرحمن بن حمود سبيل المدير إدارة توجيه الطلاب وإرشادهم بتعليم الرياض، سعادة الأستاذ بندر بن عبد الرحمن السليمان المدير العام لشركة دار الشوامخ التعليمية، آباء الكرام، معلمي الأفاضل. أيها الحفل الكريم، إنه لشرف عظيم أن أقف بين أيديكم اليوم وألقي على مسامعكم كلمة المتفوقين. أيها الحضور الكريم، إننا اليوم نحتفي بكوكبة من الطلاب الذين عرفوا ما قصدوا، فهان عليهم ما بذلوا. عرفوا أن التفوق ليس كلمة تقال، ولكنه عمل دؤوب مستمر، وعزيمة راسخة، وإيمان بالهدف، وصبر على الدرس والمطالعة والتحصيل. أدركوا أن التفوق جبل لا يستطيع أحد صعوده ويده في جيبه، وإيقنوا أن أول خطوات النجاح والتفوق هي المثابرة، فبذلوا من الجهد أقصاه، فحصدوا بتوفيق الله ما زرعوا، ونالوا هذا التشريف والتكريم بحضوركم. زملائي المتفوقين، إن قلوبنا تضج بالفرح، وصدورنا عامرة بالانشراح، وزاخرة بالسعادة لهذا التفوق والإنجاز الذي ترك أجمل الأثر في نفوسنا جميعا. أيها الآباء الكرام، هنيئا لكم بغرسكم المبارك الذي بذلتم من أجله الغالي والنفيس
من الوقت والجهد والمال فلن يتر الله أعمالكم. أيها المعلمون النجباء، من هذا المقام أقدم لكم من الشكر أزله، ومن العرفان أوفاه على ما بذلتموه مع هذه الثلة المباركة من الطلاب. ولا يسعني إلا أن أقول لكم: للخير أهل لا تزال وجوههم تدعى إليه، طوبى لمن جرت الأمور الصالحات على يديه. زملائي المتفوقين، إلزموا درب التفوق واطلبوا العون والسداد من الله، فهو أهل ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل المبارك، إن مدارس المجد مبتهجة بحضوركم وتشريفكم، ويخفق قلبها طربا وفرحا لتفوق أبنائكم. والآن مع كلمة سعادة الأستاذ عبد الله بن راشد العميرة، مشرف التوجيه والإرشاد مكتب التعليم بالسويدي، فليتفضل مشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد الترحيب بسعادة مدير مكتب التعليم بالسويدي الأستاذ أحمد العويس، وكذلك بسعادة مدير إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذ عبد الرحمن السبير، وأيضا سعادة الأستاذ المدير العام لمدارس المجد الأستاذ بندر السليمان، والمدير التنفيذي لمدارس المجد بالعريجة الأستاذ محمد اليحيى، وقادة مدارس المجد وأولياء الأمور والطلاب المتفوقون، فحياكم الله جميعا ونشكر لكم حضوركم ومشاركتكم. الحقيقة إننا في هذا الحفل نهنئ أنفسنا أولا حين نكرم صفوة الصفوة من الطلاب المتفوقين على مستوى مكتب التعليم بالسويدي، ونحن نقول صفوة الصفوة لأن المتفوقون ولله الحمد في مدارس التابعة لمكتب التعليم بالسويدي هم كثر ولله الحمد، ولكن هؤلاء الذين يبلغون قرابة 100 هم صفوة الصفوة، وهم الذين اجتازوا معايير الترشيح للوصول إلى هذه المرحلة، حيث أن إدارة التوجيه والإرشاد دأبت في كل عام على تكريم الطلاب المتفوقين على 3 مستويات. فهناك تكريم كما هو معلوم في المدارس نفسها، وهذا التكريم تقوم به المدرسة في الغالب أنه يكون في نهاية العام الدراسي، وهناك تكريم على مستوى مكتب التعليم بالسويدي أو على مستوى المكاتب، يعني كل مكتب يكرم المتفوقون، وهو أيضا يمر بمعايير وترفع بياناتهم لشعبة التوجيه والإرشاد بالمكتب، فيقومون بفرزها وترشيح من تنطبق عليه المعايير. وهناك أيضا تكريم على مستوى إدارة تعليم الرياض، وأيضا يكون معايير أشد وأكثر من السابقة، وهو إن شاء الله سيكون يوم الاثنين القادم في مركز الملك عبد العزيز التاريخي، وهو على مستوى إدارة الرياض. فالإدارة تحرص دائما على تكريم المتفوقين بشكل عام، وهو ضمن برنامج رعاية المتفوقين، لأن هذه الفئة هي فئة هامة جدا في المجتمع، إذ أنهم عليهم تعقد الأمال بعد الله عز وجل في نفع أنفسهم أولا، ثم نفع مجتمعهم وأمتهم. وهؤلاء المتفوقون نظن بهم الظن الحسن أنهم ما سعوا لهذا التفوق إلا لأجل أولا إرضاء الله عز وجل، ثم إرضاء أنفسهم ومجتمعهم ونفع مجتمعهم. فلذلك نهنئكم الحقيقة، ونحن الذين نتشرف ونتكرم بتكريمكم. أيضا رسالة لأبنائنا المتفوقين أن يواصلوا التفوق والتطور، وأن لا يقف طموحهم عند هذا الحد، فإن الأمة بحاجة أمثالكم، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة والسداد، وجزى الله كل من شارك وساهم في إعداد وتنسيق وتنظيم هذا الحفل،
وسيكون إن شاء الله لهم تكريم لمن علمنا منهم، وإلا نحن نعلم أن أسرة المجد بكاملها بكادرها البشري كله أنهم استنفروا لتنظيم مثل هذا الحفل، ولكن من علمنا منهم قام مدير مكتب التعليم السويدي مشكورا بتحرير شهادات شكر وتقدير لهم، والذين لم نعلمهم هم كثر أيضا، ولكن حقهم علينا الدعاء، وأيضا نقول لهم جزاكم الله خيرا، لا حرمكم الله أجر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لسعادتكم وجعل ما تقدمه لأبنائك الطلاب من نصح وتوجيه في موازين أعمالكم، وأسأل الله لكم السداد والتوفيق. أيها الحضور الكرام، أما الآن مع كلمة راعي الحفل سعادة مدير مكتب التعليم بالسويدي الأستاذ أحمد بن سعود العويس، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم، صباح الخير جميعا. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، الأستاذ عبد الرحمن السبيل مدير إدارة التوجيه والإرشاد بإدارة تعليم الرياض، أهلا وسهلا بك في مكتب السويدي، سعدنا اليوم بزيارتك، وسعدنا أيضا وشرفنا بحضورك حفل تكريم متفوقين في مكتب التعليم بالسويدي. الأستاذ بندر سليمان مدير عام مدارس المجد الأهلية، الأستاذ المدير التنفيذي لمجمع العريجة، الأستاذ محمد اليحيى، الأخوة المشرفين الأعزاء، الأستاذ عبد الله العميرة، الأستاذ مجد الحشاش، أيضا الأستاذ فهد النافع، والأستاذ سعد القحطاني، الأخوة الآباء الكرام، أولياء أمور الطلاب المتفوقين، أبنائي الطلاب، ولا أنسى أيضا إن أنسى إخوتي وزملائي قادة المدارس في قادة المدارس الذين حضروا مع أبنائهم المتفوقين، وأيضا المعلمين الكرام في هذا اليوم الجميل الذي ينتظره كثير من الطلاب بشغف كبير، لأنه من الأيام التي لا تنسى، قد تنسى طيلة أيام حضورك للمدرسة، والتي كنت تدخل فيها في فصول المدرسة وتتعلم العلم، لكن لن تنسى أبدا مثل هذا اليوم عندما تقف شامخا بين زملائك وبين معلميك وبين قيادة المدارس وقيادة حتى إدارة التعليم، وتكرم أمامهم عن جهدك الذي بذلته. لا فضل لنا في هذا، وإنما الفضل بعد الله، أولا لوالديك، ثم اللذين وفر لك هذه البيئة الآمنة، وأيضا بعد التي جعلتك تتفوق، ثم بعد ذلك جهدك أنت مما قمت به طيلة العام. نحن أمام مجموعة من الطلاب المتميزين الأذكياء الذين أشغلوا أوقاتهم بما ينفعهم وينفع أمتهم بإذن الله. قبل أسبوعين تقريبا حضرنا هنا في مثل هذا المكان وكرمنا مجموعة من الطلاب المتفوقين في مدارس المجد خاصة بهم، وكنت أتمثل بيتين جميلين تعكس مدى حرص البيت وحرص ولي الأمر على أبنائه، فأنا أهتف في أذانكم أبنائي الطلاب بهذين البيتين للمرة الثانية في هذا اليوم. غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالشكوي، لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ. أباؤكم وأمهاتكم يسهرون من أجلكم، من أجل أن تتفوقوا، فاحرصوا على أن تكون أيامهم سعيدة بتفوقكم وبما تحصلونه داخل مدارسكم. كلمتي الأخيرة لقسم التوجيه والإرشاد في المكتب، أشكر لكم كل هذه الجهود التي تبذلونها، لأن كانت يعني مثل هذه المناسبات تعكس مدى حرصكم على أبنائكم الطلاب، فإنني أيضا يعني أعي تماما
أن هذا الجهد خلفه مجموعة كبيرة تعمل لأيام حتى نستطيع أن نراه في دقائق معدودة أمامنا. شكرا لكم جزيلا أستاذ عبد الله، أستاذ ماجد الحشاش، أشكركم شكرا جزيلا أستاذ فيصل الزهراني، كنت يعني نسيته قبل قليل فأنا أيضا أعود إليه بالشكر والتقدير. أيضا أشكر كل من ساهم في هذا الحفل في إخراجه إخراجا جميلا كالذي رأيناه، سواء بالدعم والمؤازرة من مدارس المجد الأهلية أو من قسم شركاء النجاح، قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة، عفوا أقصد إدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة. شكرا لكم. شكرا الله لسعادتكم وسدد خطاكم أيها الحفل المبارك. والآن مع تكريم مشاركين في حفل التفوق ومع الأستاذ عبد الله العميرة، فليتفضل مشكور. قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا. تفضل استاذ نكرم فقط. تفضل. هي فقط قبل مسيره الطلاب هناك تكريم لاهم المشاركين في اعداد وتنسيق وتنظيم هذا الحفل، وهذا عرفان شكر بسيط فقط من مكتب التعليم بالسويدي. كذلك لا أنسى أن أشكر جميع المرشدين الطلابيين الذين حضروا وحتى الذين لم يحضروا، فهم لهم الفضل بعد الله في إقامة ورعاية المتفوقين، فلهم أيضا منا الشكر والتقدير. الأسماء المدير العام سعادة الأستاذ بندر بن عبد الرحمن السليمان، شهادة شكر وتقدير من مكتب التعليم بالسويد. أستاذ محمد بن عبد الرحمن اليحيى المدير التنفيذي لمدارس المجد بذل جهود كبيرة في تنسيق هذا الحفل. وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا، ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين، ذاك حفل الناجحين. ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك، كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين. وردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. الأستاذ عبد الرحمن بن سعد الهويمي القائد ابتدائية المجد الأهلية بالعرجة. وتفوقتم وفوزتم باركوا للفائزين، باركوا للفائزين. وردت كل الطيور. والأستاذ سلطان بن حبيب الخلاقي وكيل ثانوية المجد الأهلية بالعرجة. بو بكري. والأستاذ محمد بن عبد الله بو بكري. والأستاذ مصطفى محمد مشعل. يوم الحصاد ما زرعتم باجتهادي، لم تميلوا للسهاد، خاب سعي النائمين، خاب سعي النائمين. والأستاذ بهاء الدين خيري. وردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحضور. والأستاذ البدوي الحسنين محمد. مرحبا بالحاضرين، جد وهمه
الأخلاق قمة، في الخطوب المدلهمة قدوة للحياة. الأستاذ شرف الدين محمود. وأخيرا الأستاذ حسن فتحي حسن محمد. مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. بركت كل الجهود إذ وفيتم بالعهود، كلنا ضمن الشهود لمساعي المحسنين، لمساعي المحسنين. وقبل مسيرة الطلاب المتفوقون، في خاطر الأستاذ بندر سليمان أيضا كلمة، فليتفضل مشكورا. مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر سعادة مدير المكتب ومدير مكتب التوجيه والإرشاد وزملائي القادة وزملائي المشرفين والأولياء الأمور، وأهنئهم وأهنئ أبنائهم الطلاب. حقيقة ليس لي في البرنامج كلمة ولم أطلبها، لكن حقيقة يعني الشعور بالفرح وبهالجو الجميل، وكما هي عادتنا في مدارس المجد بأن حقيقة يعني لا ننسى هذا الجهد لأبنائنا الطلاب، فقد تعودنا على تكريم أبنائنا المتفوقين بخصومات ومنح دراسية، لأنه ولله الحمد منه في كل عام يحصل عندنا طلاب 100% في القدرات، فنعطيهم خصم 100%، وتقديرا وتشجيعا لأبنائنا الطلاب المتفوقون الحاضرون، فقررت إدارة المدارس منح أي طالب 50% لرسوم، خصم 50% في الرسوم الدراسية اعتبارا من الفصل الثاني أو العام القادم إن شاء الله. دعاء للجميع بالتوفيق، وأشكر لسعادة مدير المكتب وللزملاء إتاحة الفرصة لمدارس المجد الأهلية بشرف استضافتها مثل هذا اللقاء المبارك. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله. أيها الحفل المبارك، والآن مع لحظات البهجة والحبور مع مسيرة المتفوقين والثناء عليهم والتكريم. وردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. كم عزمتم واجتهدتم في الليل، كم سهرتم وتفوقتم وفزتم، باركوا للفائزين، باركوا للفائزين. بردت كل الطيور وزهت دنيا الحضور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين.